فضيلة الشيخ وفقكم الله، زوجان أسلما، فهل يجب عليهما إعادة عقد نكاحهما؟ كيف أسلم؟ يعني دخل في الإسلام، هذا الظاهر شيء. دخل في الإسلام جميعا، لا، يبقون على عقدهم. كان المشركون يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يأمرهم بإعادة العقد، قرهم على عقودهم. لكن لو أسلم الرجل وتأخر إسلام المرأة حتى خرجت من العدة فلا بد من العقد. أما لو أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر في العدة أيضا يبقى النكاح ولا حاجة إلى عقده. نعم.